اليوم يمر بأخطر منعطفاته، فقد تكالبت عليه قوى الشر محاولة جعله ساحة لتصفية الحسابات التي لا نملك فيها ناقة ولا جمل. إن وطننا اليوم يعيش فراغا أمنيا وسياسيا، وذلك يتيح لعصابات القتل والخطف والجريمة الفتك بالناشطين وترويع المتظاهرين السلميين، كما وتتيح لقوى الاستكبار العالمي مصادرة ثورتكم وتضحياتكم وجر البلاد والعباد إلى حرب أهلية لا سمح الله. لذا صار لزاما علينا كثوار إصلاحيين الحفاظ على منجزات هذه الثورة المباركة من خلال السير على هدى المرجعية ورأي العقلاء ونهج الشهداء. وبناء على ما تقدم فإننا نعلن عن الآتي: أولاً، رفضنا القاطع لكافة أشكال التدخل بالشأن العراقي من قبل دول الجوار وغيرها، ومن سيتعامل معهم فهو خائن لدماء الشهداء ولن يكون بعيداً عن صوت الشعب. فالشعب العراقي بعد ثورة تشرين ليس كما كان قبلها. ثانياً، نعلن رفضنا القاطع لآلية إجراء القرعة التي تم من خلالها اختيار أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات، كونها جاءت بأعضاء وفق المحاصصة القومية والمذهبية. لذلك يجب أن تتم إعادة عملية إجراء القرعة بإشراف قضاة مستقلين والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وجمع من المنتفضين وبشفافية عالية لا يشوبها الغموض. ثالثاً، إعادة النظر، وأكرر إعادة النظر، بقانون الانتخابات المصوت عليه من قبل لجان متخصصة. كما تضمن البيان ترشيح كل من الفريق